طبعا صار حبكم متابعينا في كل مكان. الحاج ده يا جماعه شاف تعبان وقال ان هو كان في المنطقه ديت كده. طبعا يا جماعه جينا لقينا اثر تعبان الكوبرا موجوده اهو. طبعا يا جماعه هو لف في المنطقه دي. ادي يا جماعه الاثر بتاع الكوبرا. الاتجاه يا جماعه الاتجاه ده تعالى. ادي يا جماعه طبعا في اثر هنا كده كده يا جماعه داخله الزريبه دي جوه. في جحر هنا موجود يا جماعه الاثر اهو. ده اثر الكوبرا وهي داخله الجحر. ان شاء الله هتلاقيها هتلاقيها موجوده يا جماعه. الزريب اعزكم الله مواشي. ادي يا جماعه الحمد لله اديني الكوبري اهو. طبعا يا جماعه دخل الاساس الحمر. كده يا جماعه لو انا شديت الكوبري دي اللي هيتقطع وهتدخل الجحر، فاحنا لازم نسيبها غصب عنا ولازم نكسر الشويه دول. عيد الشويه ده كده قدام قدام. هاي تعرف في كام جنب التاني؟ تمام؟ يا خلين تعالي اهو. خليك في جنب خليك في جنب يا خليك في جنب اليمين. بالراحة وطي الحتة دي بالراحة ماشي اهو. بص 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 قادرين نخلص الدنيا. شايفين يا جماعه كانت فين؟ ولقيناها فين؟
تخافش تخافش وراني الحاج. يا جماعه الكوبري خدت وقت كتير جدا. طبعا يا جماعه اول ما شفنا ديلها اختفت على طول، لان زي ما قلت لحضراتكم كنت كان ديلها هيتقطع وكانت برضه هتخش المسافه دي كلها. كنا لازم برضه يا جماعه نتعب التعب ده كله. منها انت يا جماعه الكبرى. طبعا يا جماعه ده شوف شوف. طيب يا حاج الحاجه ده طبعا يا جماعه الحاجه صاحبه البيت هي اللي شافتها. بتقول هي دي؟ لا لا تخافش. لا الحمد لله تحت الاسد. لا لا تصور تعالى صور يا ارنب. مالك انت اللي تحت؟ ثواني يا حاج. عم الحاج بعد اذنك. صدق ايه بعد اذنك. طبعا يا جماعه الكوبرا يعتبر شايفين لونها مختلف. كوبرا سريعه جدا. الكوبرا يا جماعه طبعا فايقه جدا، لان الكوبرا يا جماعه كانت في الشمس فعشان كده حركتها سريعه جدا. رجال عسل. شوف يا جماعه الكوبرا مركزه جامد. شايفين يا جماعه الفرق؟ سرعه الكوبرا في فصل الصيف تبقى سريعه جدا. طبعا يا جماعه الكوبرا بتلدغ باي وضع، يعني مش شرط ان الكوبرا تكون مشرعه كده عشان تلدغ. بتلدغ في اي وقت طبعا يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم. ده يا جماعه حجم الكوبرا. طول الكوبرا يا جماعه حوالي
متر 65 سنتي بالظبط، لونها مختلف. بشكر الحاج عيد طبعا يا جماعه، ساعدني كتير في الحفر. شايفين يا جماعه الكوبرا؟ ارجع على شوف. شايفين يا جماعه الكوبرا دخلت من المنطقه ديت بالظبط. طبعا يا جماعه لازم الحاجات اللي زي كده لازم كلها تتسد، عشان طبعا لو المكان ده مسدود ما كانتش دخلت جوه. الحمد لله طبعا يا جماعه ربنا ستر، بيبقى فيه مواشي. حاضر يا شجاع. هذا يا جماعه انياب الكوبرا. هذا يا جماعه النبي الثاني. الحمد لله يا جماعه طبعا اني ما اذيتش اي مواشي في البيت. طالع طبعا يا جماعه الحمد لله ان ربنا ستر وما لدغتش اي مواشي، وما لدغتش اطفال. في اطفال هنا كتير جدا، بس طبعا في حريم واقفه مش ينفع نصورهم. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس. مع مصطفى عجرس زي ما قلت حضراتكم، كل يوم جديد.